الطرق بارك الله فيك بالنسبة للسليم فله طرق كثيرة ليست واحدة، على أساس ما أنا أظلم الآخرين وكلنا منهم. عندك من الطائف إلى صنعاء باليمن، المعامل ما هي سواء، الجبل له طرق والسهل له طرق والغداه لها طرق والسليم له طرق والعذق له طرق، وكل أنواع أعمال الزراعة لها أسس ولها طرق ولها عوائد يمشون عليها الأولين، منها بارك الله فيك سليم البر والشعير. فالموضوع أن نستغدي بعضنا ببعض، مثلا أهل هذا القرية كل أبوهم يجون لصاحب هذا المزرعة واسم هذا اليوم يوم غداة. الغداة هي طال عمر من عندي إعانة صاحب المزرعة في أداء مهماته وتلويع وتروح مزرعته، يوصلونا إلى جرينة، يعطونا من الساعة 9 نهارا فلتة اسمها فلتة تتكون من البر والقهوة والشاي، إن وجد ما وجد الشاي فالبر والقهوة كباية. وبعدها أن الشغل كثير والمزارع واجد، يذبح لهم ذبيحة أن هي من الضأن وأن هي من الماعز وحتى من البقر. يلا يا ربي تعيل نوصل الحب الجليل، يلا يا ربي تعيل نوصل الحب الجليل، يلا يا ربي تعيل نوصل الحب الجليل، يلا يا ربي تعيل نوصل الحب الجليل. يا يرفع معنوية اللي يشتغلون معه ويدهم بيده، فيقول يا شمسي يا غارب تريعي لي قليل، يا شمسي يا غارب تريعي لي قليل. وهل هدف منها انهم ينجزون الشغله. لا تقطع ايدي يا شريف مدري من اللي والشرك، لا تقطع ايدي يا شريف مدري من اللي والشرك، لا تقطع ايدي يا شريف مدري من اللي والشرك، لا تقطع ايدي يا شريف مدري من اللي والشرك، لا تقطع ايدي يا شريف مدري من اللي والشرك، لا تقطع ايدي. كل منطقه لها طرق يتناسب مع بيئتها ومع الناس اللي هم عايشين فيها. فعندنا مثلا نحن نقول بارك الله في من عندي، راحت روايح العشي يسعد من راحت معه، راحت روايح العشي يسعد من راحت معه. والثانيه قال يا محمد يا نواري يا هلال بات ساري، يا محمد يا نواري يا هلال بات ساري. هذا نوع واحد من الطرق، والطرق واجد. القصب ما له ضلوع قرب حد يلوع، والقصب ما له ضلوع قرب حد يلوع. نعم أنحن بارك الله في من عندي ورثنا الأشياء هذه عن الآباء والأجداد، كل أبنائنا يمشون على نهجنا. لا تقطع ايدي يا شريف مدري من اللي والشرك، لا تقطع ايدي يا شريف مدري من اللي والشرك. يلا يا رب. لا نتمنى أنه ما يختفي، لأن فيه ناس يحافظون على تراثهم القديم بكل وسيلة وبكل مجال مفتوح. الفائدة من هذا عدة فوائد، منها تحفظ هويتك الوطنية، ومنها تحفظ عوائد آبائك وأجدادك، وهذا موروث يجب أن كل إنسان يتشبث به. القصب ما له ضلوع قرب حد يلوع، القصب ما له ضلوع قرب حد يلوع، القصب ما له ضلوع قرب حد يلوع، القصب ما له ضلوع قرب